من هو النبي الوحيد الذي أقسم الله به في القرآن؟ السؤال الثاني، من هو النبي الذي أمره الله أن يذبح ابنه؟ السؤال الثالث، من هو النبي الذي انشق له البحر بإذن الله؟ السؤال الرابع، ما هو أقرب زمن نبي لأهل الكهف؟ السؤال الخامس، ما هي السورة القرآنية التي تعادل ثلث القرآن؟ السؤال السادس، من هو النبي الذي كان يفسر الأحلام؟ السؤال السابع، ما هو الجسر الذي سيعبر من فوقه كل البشر؟ السؤال الثامن، ما هي الصلاة السرية التي يسبقها 4 صلوات جهرية؟ السؤال التاسع، ما هي السورة التي ذكر فيها الشيطان 3 مرات؟ السؤال العاشر، متى تظهر قرون الشيطان؟ السؤال الحادي عشر، من هو الذي يحمل رأسه بين يديه يوم القيامة؟ السؤال الثاني عشر، من هو الرجل الذي حرم الله عليه دخول الجنة؟
السؤال الثالث عشر: من هو النبي الذي كان ابنه نبيا بعده؟ السؤال الرابع عشر: من هو النبي الذي أعطاه الله 9 آيات؟ السؤال الخامس عشر: من هو النبي الذي خلقه الله عز وجل بدون أب؟ السؤال السادس عشر: من هو الصحابي الذي تزوج من بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السؤال السابع عشر: من هو الشخص الذي قتله الرسول صلى الله عليه وسلم بيده؟ السؤال الثامن عشر: من هو النبي الذي دعا قومه 950 سنة؟ السؤال التاسع عشر: في أي يوم من أيام الأسبوع نزل القرآن الكريم؟ السؤال العشرون: في أي شهر هجري نزل القرآن الكريم؟ اكتب الإجابة الصحيحة في التعليقات.